أهلا بكم وفيديو جديد من فيديوهات سلسلة كيف تكتب اسمك بالخط العربي. السلسلة دي بنتعلم فيها الخط العربي وبندرسه بشكل مختلف شوية عن طريق كتابة الأسماء. الأسماء بناخدها من التعليقات على الفيديوهات. في الفيديو ده إن شاء الله هنكتب اسم صلاح بالخط الديواني. طبعا اللي حابب يتابع معنا ممكن يتابع بالأدوات الكلاسيكية عادي جدا، الأحبار والأقلام، وممكن يتابع من خلال بروكريت، بس هيحتاج باقة فرش الخط العربي لبروكريت، هتلاقوها تحت في الوصف. وبرضه ممكن نتابع ونتدرب بإليستريتور، وبرضه هتلاقوا الفرش في وصف الفيديو. تمام، يلا نبدأ. هنروح على بروكريت وهنختار فرشاة الخط الديواني. في البداية هنكتب حرف الصاد، وهو ان احنا نتحرك من اسفل لاعلى بالشكل ده. بعد كده من النهاية دي هنتحرك في اتجاه اليمين لاعلى بتدوير خفيف، وفي النهاية هيكون التدوير حاد شوية. لاحظوا ان هنا صعدنا في اتجاه شبه رأسي، بعد كده تدوير بسيط، وهنا مشينا بشكل يكاد يكون مستقيم، بعد كده او بتدوير خفيف، بعد كده النهاية دي بتدوير اكثر حدة تأهبا للجزء اللي هيجي بعدها. من نهاية الجزء ده هننزل بالجزء المقوس ده. شايفين الحركة دي؟ من أعلى لأسفل شوية مع تقوس خفيف. بنتحرك بنخرج بره جسم الصاد بمقدار بسيط جدا، يعني يعتبر بمقدار نقطة. تمام؟ من الجزء ده من فوق شوية وهناخد الحركة دي اللي هي حركة الباء ألف. فينا ناخد السنة دي وهنلف كده ونصعد صعود مايل شوية ناحية اليسار. برضو الفراغ هنا يعتبر نقطة بالسمك القلم اللي بنكتب بيه. خدوا بالكم الحركة هنا عاملة ازاي، جاية شايفين ده باصص ناحية اليمين كده، الجزء ده شايفين دوران، بعد كده صعود مع ميل ناحية اليسار. خدوا بالكم ان دي مش زاوية، تمام؟ الدوران يكون ناعم وكأننا بندور حوالين نقطة، يعني لو عملنا نقطة دائرية هنا كده كأننا بنلف واحنا بنتحرك كده، كأننا بنلف حوالين النقطة بالظبط. من الجزء الأخير ده هننزل، لاحظوا ان احنا بنسمك الخط شوية، وبعد كده شوفوا عند المنطقة دي بنفصل، شايفين الفصلة دي؟ تمام، ومنها هننزل في الاتجاه ده وبعد كده هنصعد لأعلى، حركة زي رقم 7 لكنها لينة مش مكسورة، يعني ماهيش مكسورة بالشكل ده، لأ هي حركة لينة. فهننزل كده وهنتحرك ناحية الشمال شوية، شايفين شكل الحركة؟ دوران من بره ومن جوه، شبيهة برقم 7 لكن الجزء ده ايه؟ الجزء ده لين. من الجزء ده هنبدأ نتحرك في اتجاه عكسي وكأننا رايحين نلمس حرف اللام. تمام، ومن الجزء ده هناخد حركة برضو عكسية عكس الجزء ده، شايفين الجزء ده مايل الناحية دي، هناخد حركة عكسية الناحية دي. ومن الجزء ده هنعمل حركة زي نهاية حرف الألف اللي خدناها قبل كده، هننزل بالشكل ده وهنتحرك ناحية اليمين لأسفل وهنقف عند المنطقة دي. لاحظوا الفراغ اللي جوه شكله عامل ازاي، شبيه بالعين، شبيه بعين الإنسان. لاحظوا انه هنا دوران، هنا دوران، لكن هنا زاوية وهنا زاوية. تمام، النهاية دي هنرسمها ازاي؟ النهاية ممكن نرسمها ب، لو رحنا على النهايات المدببة ورحنا خدنا فرشاة الديواني ممكن نرسمها خطف كده، لكن انا منصحش حد بكده ولا انه يتعود على الطريقة دي لانها مش دقيقة، نهاية الحرف مش هتطلع بالدقة اللي احنا عايزينها، وهتبقى معتمدة على حركة ايدينا، وفي النهاية برضو في الغالب
مش هنحصل على نتيجة دقيقة. النهايات المدببة والحاجات دي تنفع في الخطوط الحرة أو في الأعمال اللي مش مطلوب فيها دقة، يعني مطلوب فيها شيء من العشوائية أو كده. لكن لو عايزين نتعلم بدقة ونمرن إيدينا فخلونا نتابع الطرق الكلاسيكية، وهنرجع تاني لفرش الخط الديواني، وهناخد فرشاة الترتيش وهنرسم النهاية دي. طبعا لو انت بتستخدم القلم العادي فإحنا هنستخدم سن القلم، ولو بتستخدم الإلستريتور برضو في مجموعة فرش الإلستريتور هتلاقي فرشاة الترتيش، وهي بتقوم بنفس المهمة اللي هي رسم نهايات الحروف أو ترتيشات الحروف على حسب الاستخدام. فهنرسم الجزء ده، لاحظوا احنا مشينا، شايفين الجزء ده مشينا وكأن امتدينا مع الحركة وعملنا شكل بصوفه هنا زي القوس شبيه بالشكل ده. ممكن ناخد من النهاية دي ونلف نرجع نفصل الجزئين عن بعض وبدوران كده نلمس الجزء ده، وممكن العكس ناخد من الجزء ده كده ودوران وبنستهدف، شايفين رايحين بدوران خفيف خالص نلمس الجزء اللي احنا انتهينا عنده. نقدر نرطش عادي ونثبت براحتنا كأننا شغالين بقلم عادي. تمام، في البروكريت نقدر نملى الفراغ ده، بدل ما نقعد نملاه كده بالفرشة ممكن نملى الفراغ ده عن طريق ان احنا نسحب اللون على المساحة الفاضية. ده طبعا مش متوفر في الإلستريتور، وطبعا لو بتشتغل بالأدوات الكلاسيكية فانت هتملى الفراغ ده بسن القلم او ببطن القلم. بعد كده حرف الحاء، شوفوا احنا الاول بنتخيل الشكل، يعني احنا ممكن تعالوا ناخد فرشة الترتيش دايما واحنا بنشتغل بنبقى بنتخيل، يعني احنا ممكن نعمل، هل ممكن نعمل حرف الحاء هنا كده مثلا يبقى نازل بالشكل ده، وممكن حرف الحاء يكون جاي من اعلى بالشكل ده. تمام، حسب اخراجنا احنا للعمل واحنا حابين نصمم الاسم ازاي. فانا طبعا انا افضل انه الحاء تيجي من اعلى، فانا هبدأ من فوق، شايفين انا بتخيلها. ممكن حتى قبل ما نكتب الحرف بشكل نهائي نتخيل شكل الايه، شكل الحرف هيبقى ازاي، وبناء على انا كده عارف ان انا هحط ايدي في المنطقة دي من هنا، وهبدأ اتحرك في اتجاه الشمال شوية، شايفين الجزء ده نهايته رفيعة بسبب الحركة اتجاه الشمال مع الميل الخفيف جدا، ومن الجزء ده هتحرك يمين بدوران بشكل شبيه جدا بالجزء الاعلى من الصاد. فهناخد من الجزء ده واتحرك يمين كده مع تدوير، شايفين، وتدوير حاد في نهاية الحرف علشان التدوير ده بيؤهلنا للاتصال. دايما في المناطق اللي فيها اتصالات بيكون فيه دوران حد في الاخر على حسب اتجاه الاتصال. تمام، فالاتجاه نازل كده، فشايفين الدوران نازل وكأنه بيشاور على المنطقة اللي احنا رايحينها. ومن طرف الجزء ده هناخد الشكل ده، شايفين الشكل ده بادئ بدوران في الاتجاه ده، بعد كده بدأ يتقوس ياخد الشكل القوس ده كده. طيب نهاية حرف الحاء ممكن نستخدم فرشاة الضغط ونرسمها بالشكل ده. طيب فرشاة الضغط، ايه الفرق بينها وبين فرشاة الترتيش؟ ان فرشاة الضغط زي ما هو واضح من اسمها ان هي بتستجيب للضغط على القلم، وبالتالي انا لما بدوس خفيف بتبقى رفيعة، كل ما تقل اضغط اكتر سمكها بيزيد، كل ما خف ايدي سمكها بيخف. هي بس محتاجة، شوفوا انا خدت الجزء ده على مرة واحدة ازاي، بادئ رفيع بعد كده تخين بعد كده رفيع، هي بس محتاجة تمرين وانه ايدينا تتعود عليها، وهتلاقي نفسك بتعمل بيها اشكال جميلة جدا كزخارف وتشكيلات ونهايات حروف جميلة جدا حلوة، نهاية الحاء نهاية الميم وغيرها من النهايات. برضو ممكن نعمل حركة تشكيلية بالشكل ده، ولو حبينا نضيف زخارف على الاسم عادي جدا زي ما ترى ليك في اخراج الاسم بشكل فني وجميل. طبعا الحركة الاولى اللي عملناها هي الحركة الكلاسيكية دي، حركة ايه زخرفية كده بحيث تدي للاسم شكل جميل. ممكن ناخد من نهاية الصوت دي كده ونعمل الجزء التشكيلي ده،
ولو تلاحظوا فرشات الضغط بنقدر نعمل بيها الفلوريشز والأشكال الحلوة دي اللي بتدي للتصميم وللاسم طابع شكل مختلف تماما. ممكن نستخدمها في التشكيل مثلا الفتحة على لام صلاح، ممكن نعملها بالشكل ده، ممكن نعمل شكل الدوفر المحور البسيط ده كده تمام، وشكل الدوفر برضو بسيط هنا كده. لو بصينا كده ولقينا اتصال او جزء زي ده كده محتاج يتظبط ترتيش، فرشاة الترتيش معمولة اصلا علشان كده بالاساس. نقدر نظبط الشكل عادي، نختار الحجم المناسب ونظبط الشكل ده. لو في جزء هنا بارز او حاجة ممكن نروح للإريزر ونمسح برضو باستخدام فرشاة الترتيش، ده اسمه الترتيش السلبي، نمسح اي جزء زايد. وطبعا نقدر نعمل الكلام ده مع كل العمل في اي منطقة من العمل احنا حاسين انه، لو مثلا بصوا هنا لو في هنا هزة خفيفة ممكن نروح لفرشاة الترتيش واظبط. وده يا جماعة ده بيتعمل برضو حتى بالادوات الكلاسيكية بيتعمل تمام. برضو ممكن نظبط الجزء ده الاتصال ده، نفس الكلام برضو هنا لو في هزة هنا، كل ده وارد طبعا، وخصوصا وقت التصوير بيبقى انا بكتب وضعية، انا مش بكتب بالوضعية دي، انا بيبقى الجهاز مايل كده شوية، ولكن الوضعية دي بنكتب بها علشان التصوير فبيبقاش فيه اريحية شوية في الكتابة. فممكن نرتش الجزء ده، فرشاة الترتيش بتساعدنا جدا في ان احنا نفنش العمل بشكل كويس. هنا برضو الحلو في البروكريت انك تقدر زي الورقة بالظبط تقدر تظبط الكيرف على حركة ايدك علشان تشتغله بالشكل اللي يريحك. برضو هنا نفس الكلام، تمام، شوفوا الفينش بتاع الحرف كده افضل، وهكذا بقى مع بقية الحروف. يعني مرحلة الترتيش دي ممكن تاخد احيانا تاخد وقت في شغل اللوحات او الاعمال الكلاسيكية، ممكن تاخد وقت اكتر من وقت العمل نفسه، بس هي احنا بنفنش العمل بحيث يطلع بشكل كويس. ونقدر بقى نتابع اهو الجزء ده مثلا محتاج ترتيش، مهم جدا يا جماعة ولا غنى عنه. وطبعا يمكن باقة الفرش بتاعتي هي الباقة الوحيدة اللي معمول حساب الترتيش فيها، ده لأنها معمولة من خطاط شغال في مجال الخط، لأن للأسف بشوف ناس عاملة فرش وهم ما لهمش علاقة بالخط، يعني ما هم مش خطاطين أصلا عاملين فرش للخط ليه معرفش، بس يعني مفيش داعي نتكلم. نرتش العمل وناخد راحتنا خالص، وما نستعجلش يا جماعة، الخط محتاج تأني وتروي. الجزء ده في الحق ممكن لو حابين نسيب القطة دي كده ممكن نسيبها وممكن نطمسها عادي، الحالتين مفيش مشكلة بحيث يبقى شكلها كده، مفيش أي مشكلة في الحالة دي أو في الحالة دي. شايفين الجزء ده هندوبه كده مع الحركة بحيث ما يبانش وكأنه دخيل على العمل. وهكذا ما تزهقوش من الترتيش وما تكسلوش، عادي رتشوا العمل وخدوا وقتكم تماما. لو لقيتوا ان الكيرف، شوفوا الكيرف ده عشان اتاخد بسرعة طالع شكله كويس ومظبوط تمام. فاحنا ما نزهقش خالص من الترتيش وما نغفلش موضوع الترتيش. ف
فإحنا هنا اتعلمنا إزاي نكتب الصاد في بداية الكلمة، اتعلمنا اللام ألف في النهاية، اتعلمنا حرف الحاء، اتعلمنا نكتب كلمة صلاح عموما، اتعلمنا إزاي نعمل الفلورشز أو الامتدادات والزخارف الجميلة دي علشان العمل يكون مختلف ومميز. طبعا زي ما قلت لكم اللي حابب يتابع معانا هتلاقوا روابط الفرش كلها سواء للبروكريت أو الإليستريتور في وصف الفيديو. وما تنسوش يا جماعة تبصوا في وصف الفيديو لأن فيه مصادر ومعلومات مهمة جدا ولينكات لحاجات مهمة جدا في الوصف. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. تحياتي لكم، وكان معكم محمد أبو الليل، مع السلامة.